بسم الله. دلوقتي لو انا عايز انسخ العناصر اللي موجوده في الدور دوت للدور تاني، الحاجات دي موجوده في الدور الجراوند، عايز انسخ بقيه الادوار زي ما انت شايف اهو في 3D. تمام، بكل بساطه هاجي على اي دور، ادوس رايت كليك واختار اديت اليمنت باي ستوريز. اديت اليمنت باي ستوريز، هنا بيقول لي انت عايز تعمل ايه، عايز تاخد كوبي ولا كات ولا ديليت. هقول له كوبي. بيقول لي من اني دور، هقول له مثلا انا عايز من دور الجراوند للسكند وللفيرست، وممكن تختار البيزمنت كمان لو عايز. تمام، خلينا نختار البيزمنت. عايز تنسخ ايه؟ هل عايز كل العناصر ولا الوول ولا الكولوم؟ ولو انت في حاجه مش عايزها ممكن تروح شيل العلامه من عليها وتقول له ايه اوكي. تعال نبص كده، ندوس اف 5 نشوف المبنى عامل ازاي. ادهو المبنى كله اترسم في وقت قصير. تمام، دي فكره بس بسيطه على نسخ العناصر من دور لبيت الادوار.